ارحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمي. هذا البرنامج الرائد على مستوى ودولة الكويت لما يقدم من مواضيع أكاديمية مهمة مستحقة تهم الطالب وعضو هيئة التدريس والمنظومة التعليمية. دائما ما نتحدث عن قضايا الطلابية وكيف ممكن أن نحلها ومن المتسبب فيها. هل هو الطالب المتسبب بالقضية الطلابية أحيانا وهو لا يعلم؟ هل هو عضو هيئة التدريس المتسبب بالقضية؟ هل هي الهيئة الإدارية في أي جامعة سواء كانت جامعة خاصة أو جامعة حكومية أو حتى في التطبيقي؟ أم أن المنظومة التعليمية بدولة الكويت تحتاج إلى بعض المراجعة كي تتطور ويكون حالها أفضل؟ إن جينا أيضا إلى المقارنة ما بين جامعة الكويت أو الجامعة الحكومية الجامعات الحكومية وإحنا عندنا جامعة يتيمة والتطبيقي وما بين الجامعات الخاصة ومن الذي تفوق وش الفرق بين البعض يقول بأن الجامعات الخاصة الطالب مرفه حكم أنه يكون هناك دفع مادي مقابل مادي، هناك خدمات مرفهة من خلال اختيار المواد، من خلال عدم تواجد يعني شعب مغلقة، الباركينج متاح أيضا، فالطالب يكون مدلل في الجامعات الخاصة. ولا ننسى أن أيضا الجامعات الخاصة يعني العدد فيها صغير جدا مقابل الجامعة الحكومية ومقابل التطبيقي، فيكون أيضا يعني تكون مشاكل قليلة. لذلك اليوم نتحدث بهذه الحلقة تحديدا عن مشاكل الطلبة بالجامعة العربية المفتوحة وعندهم مجلس طلابي. هذا المجلس الطلابي الذي حاول كثيرا أن يتبنى العديد من القضايا الطلابية. هذه القضايا الطلابية اللي تبناها في السنوات السابقة وأيضا في الفترة الحالية قضايا طلابية مستحقة، وأيضا هناك تواصل من قبل الشباب بالمجلس الطلابي مع الإدارة الجامعية تحديدا الدكتور نايف بجاد البطيري، وهو شخصية من خلال يعني استضافتنا له كان شخصية راقية جدا، يعني طرح المشاكل والرد عليها بموضوعية، ولكن يبقى الطالب يعني عنده بعض المشاكل وعنده رؤية خاصة حول الإدارة. هذا اللي راح نعرفه اليوم من خلال برنامج أكاديميا ومدى تعاون الإدارة مع شباب في المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة. وهناك قضايا كثيرة طرحت سابقا في هذا البرنامج تحديدا وتبناها برنامج أكاديميا، وكانت أيضا من صلب ومن قلب الجامعة العربية المفتوحة، ولا أعلم إذا كانت يعني هذه القضايا وجدت لها حل من خلال طرح أم لم تجد لها حلا. لذلك اليوم راح نسولف مع ضيفنا الكرام بحرصة اليوم على التواصل تواجد معنا في برنامج أكاديميا. بداية أرحب بضيفنا العزيز طارق حسين الشمري رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، حياك الله معي. الله يحييك. وكذلك أخوي محمد غانم الشمري المنسق العام القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة، حياك الله معي. الله يحييك. يعني سمعت المقدمة وأن هناك كثير من القضايا المستحقة في الجامعة العربية المفتوحة، واليوم المجلس الطلابي جاء حتى يحل هذه القضايا، وهذه قضايا مستحقة. ولكن في البداية دائما ما يكون عندنا سؤال حلقة، وسؤال حلقة يعني متروك للطلبة في الجامعة العربية المفتوحة للتفاعل معنا، ونشيد دائما بطلاب الجامعة العربية المفتوحة. دائما لما تكون الحلقة عن الجامعة العربية المفتوحة نرى تفاعل رهيب جدا، هذا التفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام وكذلك على الواتساب. مخرجنا بعد إذنك إذا ممكن نشوف الأرقام قبل أن نذهب للسؤال الحلقة، اللي حاب يتواصل معنا يقدر يعني يبعث فقط كلمة مشاركة إلى فريق الإعداد وراح نرجع نتواصل معاكم بالاتصال حتى نأخذ رأيك على الهواء مباشرة. هذه الأرقام قاعد نشوفها مع بعض. اللي أيضا يبي يترك تعليق الواتساب موجود، اترك تعليق نقرأ تعليقك على الهواء مباشرة. وهل أيضا يعني كذلك المواقع التواصل الاجتماعي منها الانستغرام تقدر تترك تعليقك. بعد إذنك مخرجنا الفاضل الأستاذ مسلم الحزباوي نشوف سؤال الحلقة، نرجع نتواصل مع ضيوفنا الكرام. راح فيكم شباب، لتكون البداية مع المنسق العام القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة أخوي محمد غانم الشمري. يعني ودي في البداية أتحدث عن دور المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة. المجلس الطلابي شنو دوره؟ شنو يقدم؟ شو يسوي خلال فترة الدراسة وعام كامل من الدراسة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة. أشكر قناة الكوت وأشكر برنامج أكاديمي والقائمين عليه، وأشكرك أنت أستاذ أحمد. أي وقت حياك الله حبيبي. الله يحفظك. برنامج لكم حبيبي بعد رأسي ما تقصر. الله يسلمك. طبعا القائمة المستقلة هي التي تقود المجلس الطلابي لأربع أعوام متتالية. نعم. القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة منذ عام 2003، علما بأن الجامعة تأسست في عام 2002.
نعم. القائمة المستقلة كانت وما زالت ومستمرة في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الطلابية. نعم. كانت وما زالت وستزعى لانتزاع الحقوق الطلابية. أوكي. المجلس الطلابي دوره يعني ما هو شغل. ليش في البداية حبيت إنك تسولف عن المستقلة وتركت المجلس الطلابي؟ لا لا بالعكس. أنا بالمجلس الطلابي. المجلس الطلابي الطفل المدلل للقائمة المستقلة. تمام. المجلس الطلابي جزء لا يتجزأ من القائمة المستقلة. نعم. ولله الحمد أربع أعوام متتالية إحنا قاعدين نقود المجلس الطلابي. تمام. كلمنا عن المجلس الطلابي. المجلس الطلابي للأمانة دوره من قبل الإدارة مهمش بغض النظر عن شنو كان دوره. لا أنا بعرف دور المجلس الطلابي مع الطلبة شو بيسوي قبل الله يساعد, يساعد الطلبة في شتى المجالات يعني داخل الجامعة يعني أمور أكاديمية أمور شعب مواد أي شيء في يعني أي شيء يحتاج الطالب داخل الجامعة هذا هو دور المجلس الطلابي. يتواصل مع الإدارة. أي حلقة نيابة عن الطالب. بالضبط حلقة الوصل بين الإدارة والطلبة. تمام. يساعد الطلبة في شتى المجالات في شتى الأمور. للأسف دكتور نايف مجاد النطيري مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت يتعمد تهميش دور المجلس الطلابي. طبعا هذا شيء مستعيل مستعيل لا لا مو مستعيل هذا شيء راح يتم مناقشته يعني عندنا حلقة كاملة. تمام. فراح نناقش احنا هذه الامور. خلنا في البداية بس احنا عرفنا دور المجلس الطلابي هو حلقة وصل ما بين الطالب وما والإدارة. بين الادارة. خلني اذكر مرة ثانية ان انا مرة استضفت الدكتور نايف مجاد النطيري على الهواء وطرحنا كل القضايا الطلابية المستحقة والدكتور رد على هذه القضايا فند هذه القضايا كلها وايضا كان في تفاعل من قبل الطلبه على تويتر ودعيناهم الحلقه وكل طالب كان عنده حجه طرحناها في برنامج تبنيناها. راح اعرف رايك يعني كذلك بالهيئه الاداريه ممثله بالدكتور كونه المدير العام بالجامعه وليش هناك تهميش ولك حق انك تعبر عن رايك في هذا البرنامج لان البرنامج لكم وانت ضيف عزيز. الله يعطيك العافيه. كذلك اخوي طارق حسين الشمير رئيس المجلس الطلابي في الجامعه العربيه المفتوحه. انت رئيس المجلس الطلابي يعني دورك في المجلس الطلابي دور المجلس الطلابي في التعاون مع الهيئة الإدارية نبذة تعريفية ولو بسيط مع الهيئة الإدارية يعني بشكل عام دور المجلس الطلابي بالجامعة أنا مع الطلبة والهيئة الإدارية. حلو. أنا كرئيس مجلس طلابي صار لي تقريبا شهرين من خدنا المجلس الطلابي ما لي أي دور. نعم. داخل الجامعة العربية المفتوحة. نعم. بسبب تهميش إدارة الفرع بدور المجلس الطلابي شون الطلبة يتعمد تهميش دور المجلس الطلابي الإدارة الجامعية دكتور نايف المطيري جميع الأقسام الأكاديمية الإدارية أيه. الهيئة التدريسية ما لنا أي تواصل مع الجامعة العربية المفتوحة. تمام. كإدارة. كإدارة. طيب أنا يعني عرفت أن أنتم مسحورين كطلبة من قبل إدارة ولكن خلنا ننسى شوي الهيئة الإدارية ممكن خلنا ننسى قضية أن أنتم مهمشين من قبل الهيئة الإدارية خلني للطالب في الجامعة العربية المفتوحة شنو أبرز المشاكل اللي يعاني منها الطالب في الجامعة العربية المفتوحة؟ كل شيء او كل مميز للطالب داخل الجامعه هي تنقلب عليه. مثلا ابي مثلاً أنا ابرز طالب المشاكل أنا طالب انت كطالب انا طالب اسجل مواد. نعم. معقوله انا اسجل مواد وانصدم بالفاينل ان المادتين هذيل بنفس اليوم وبنفس الوقت؟ نعم. انا كطالب تسليم موعد الواجبات معقوله يعطوني تاريخ وانصدم لما يعني لما يجي وقت التسليم انه والله طاف قبل ثلاث اربع ايام؟ زين هذه شغلات الاكاديميه غير الرسوم اللي تفرض على اي شيء. وانا بواحده واحده خلنا بقضية قضية القضية الأولى اللي قلتها قضية يعني تضارب الوقت ما بين المواد والامتحانات تسليم الواجبات. بالضبط. لم تطرح الإدارة طرحت ما في أحد طرح الإدارة قال يا جماعة ترى الوقت قاعد يضارب وعندنا conflict time طرحنا وقدمنا اقتراحات وقدمنا حلول لكن الإدارة ما قاعد تأخذ شيء هذا يعني تمام. يعني تنهم ما قاعد يسمعونك تنهم هم حتى قبل التسجيل أنت ما تدري بالجدول متى الامتحانات ما تدري لا ينزل جدول فاينل نزل قبل اسبوع تقريبا قبل اسبوع والفاينل والفاينل يبلش 14 نعم يعني قبل اسبوعين ينزل قبل اسبوعين من الفاينل. تمام. لما تواصلت مع الاداره ايش قالوا؟ طبعا مو مشكلتك بروحك مشكله جمع كبير من طلبه بالجامعه العربيه المفتوحه يقول لك اجل الاختبار انا فاتح لك ادفع 10 دنانير واجل اختبارك بكل بساطه يعني ما يهمه مستقبل الطالب زين انا خريج بتخرج الكورس هذا اجبر اني اجل الكورس الجاي واتاخر كورس عشان والله انت جدولك حاط لي مادتين بنفس اليوم بنفس الوقت هذا شيء عقلاني هذا رد الاداره رد الاداره اجبر الطالب على التاجيل اجل اي وكل الطلبه يشدون بهالنقطه الكل اذا هذا السؤال الاول مستحق وجه للدكتور نايف جاد المطيري اذا ممكن يعني الرد على هذه المشكله بان الطالب يواجه يعني مشكله الوقت في الامتحانات لبعض المواد وكذلك تسليم الواجبات واتمنى رد عليها بالنسبه لك يعني مشكله طلابيه اخرى تعاني منها بالجامعة العربية المفتوحة وشون تعاملت مع هذه المشكلة هل واجهتك؟ نعم واجهتنا المشكلة وطالبنا فيها لكن الرد جاء مثل ما تفضل أخوي محمد أجل امتحانك بكل بساطة أجل امتحانك في مشكلة ثانية اليوم الخميس كان آخر يوم لإسقاط المقررات وإلى الآن لم يتم رصد درجات
الواجب درجات المتين جميع اسقاط المقررات يعني اليوم تبي تسقط الماده انت مو جاي فيها بالمتين درجه حلوه حلو تسقط الماده عشان لا تاثر على المعدل اي نعم لكن ما نزلوا درجات الواجب لحد الحين ف دكتور نايف على موقع التواصل الاجتماعي يقول اذا انت جايب 15 من 30 انا انصحك انك تاجل الماده انك تسحب الماده او في جمله مشهوره لا الرسوب سنه الحياه الجامعيه يعني عادي يعني اذا انت سقطت هذه سنه الحياه الجامعيه واذا انت ناطر درجه الواجب فانصحك انك تسقط الماده كم الواجب عليه 20. الواجب 20 درجه من 50 مفروض 30 المتين و20 الواجب 50 طيب فاينل قاعد يقول لك اذا انت مو جايب 25 من 30 يعني انا اذا مو متفوق ما ادرس بالجامعه العربيه المفتوحه على كلام الدكتور نايف يعني السؤال هل الجامعه العربيه المفتوحه حصر على الطلبه الفائقين يعني السؤال طيب تواصلتوا معاه على الموضوع هذا كان الرد اذا انت ناطر درجه الواجب انصحك تسحب الماده هذا متى كان الرد كان الرد يوم امس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب الشخص الدكتور نايف المطيري نعم انا خليني اوضح في البدايه ان احنا لا نهاجم شخص الدكتور نايف جاد المطيري وانا كل احترام وتقدير وانا أكيد. ما بستعيل في الحكم طرف عندي فبالضروره ما احكم على الطرف الثاني خصوصا انا اعرف انه هو حريص على مصلحه الطلبه حريص على تقديم لهم كل الخدمات الاكاديميه ولكن يعني بالمشكلتين اللي ذكرتوها اعتقد المفروض ان ننتظر الاجابه من الدكتور بعد شنو ابرز المشاكل الاخرى اللي تعانون منها كطلبه انا ايضا سمعت ان عندكم مشكله في الاعتراف بالمسارات ايوه هذه يعني اعتقد ان مشكله الاعتراف بالمسارات مشكله قائمه بالجامعه العربيه المفتوحه وكل طالب يعاني منها انه يعني اشرح لي المشكله وشلون تعاملتوا معها المسارات انا اقول لك احنا الجامعه العربيه المفتوحه عندنا ثلاث تخصصات رئيسيه نعم. اللي هما اداره الاعمال ادب الانجليزي وتقنيه المعلومات والحوسبه نعم الطالب لما يدخل ويسجل تخصص اداره الاعمال السيستم يقول له اختار مسارك اللي انت بيه نعم. شنو مسارك محاسبه تسويق نظم اقتصاد يختار الطالب والجامعه يعطونا خطه دراسيه نفس هذه تمام زين ما ادري اذا يزوم عليها بالكاميرا انه يكون مكتوب فيها خليك ثابت عشان ايه. يعني شوي نوخر اصابع اوكي ان التخصص اداره اعمال محاسبه تمام زين هذه توزع في الجامعه على تمام. الطلبه بعد ما الطالب يخلص هذه المواد اللي موجوده هنا ويطوفهم ويتخرج ينصدم ان شهادته اداره اعمال زين انا كنت اداره اعمال محاسبه او اداره اعمال تسويق زين شنو السبب عادي جدا الجامعه العربيه المفتوحه توجه كتاب الى مجلس الجامعات الخاصه ويطلبون من عندهم طبعا هذا توقيع الدكتور نايف ان التخصصات اللي نبيها احنا بالجامعه بس اداره اعمال واي تي وادب ما نبي مسارات الدكتور وجه اي هذا الكتاب موقع عليه الدكتور موجود هذا موجه الى مجلس الجامعات الخاصه ان احنا نبي هذه التخصصات ما نبي شيء ثاني متى تاريخه هذا قديم 2011 طيب 29/12/2011 اول ما استلم طيب يعني اعتقد بذاك الوقت يمكن المشكله ما كانت قائمه كانت موجوده وهذا حكم محكمه الطالب لما تخرج كان تخصصه اداره اعمال زين طبعا على فكره بس للعلم قبل هذا ان في تصريح للدكتور نايف اخطانا في السابق ونحاول تدارك الامر وان الطالب اللي يبي حقه عليه اللجوء للقضاء يعني هذا اسلوب شخص اكاديمي ابتعد عن اسلوب الشخص الاكاديمي او غير الاكاديمي لكن هل يفترض بشخص مدير ولكن لا تعتقد ان القرار بروحه قرار دكتور اكيد مو قرار يعني بروحه يعني في اداره عليا زين تصريح باسمه وكتاب باسمه شنو معنى الكلام هذا طيب انا ما شفت احد غيره ممكن هو يرجع حق الجامعه الام يعني اذا في لا منو الام الجامعه اللي برا نعم لا ما اتوقع يعني لا ليش ما اتوقع ترى القرار مو بيده زين اوكي اذا الجامعه الام اصلا ما يبونك تعطي الطلبه مسارات ما يعطونك الكتب او المناهج او الامور هذه طيب زين وهذا حكم محكمة الطالب اخذ فيه شنو يعني نص حكم المحكمة ايش قال حكم المحكمة هل اخذ اعترفه بالمسار ولا لا حكمة المحكمة طبعا هذا استئناف من الجامعة نعم يبي يرفضون الحكم اللي يرفض الجامعة ايوه زين فالجامعة رفضوا زين حكمة المحكمة بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي شكلا ورفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف الثاني اللي هو الجامعة بالمصروفات ومبلغ 20 دينار مقابل اتعاب المحاماة وهذا الحكم كامل واعترفوا بالمسار اجبروا الجامعه والجامعات الخاصه ان يعترفون ويلتزمون ان يعطون الطالب شهاده بمساره طيب ففي طلبه انت ليش حاط ببالك ان المشكله مشكله الجامعه مو مشكله مجلس الجامعات لو انها مو مشكله شلون لا انا سمعت من الجامعات الخاصه قالوا ان في كتاب من الجامعه يطلبون من عندنا هذه التخصصات اجتمعت مع مديره مكتب حبيب ابل اللي هو الامين العام للجامعات الخاصه نعم هذا الحكي قبل الكورس اللي طاف هذا نعم فقالت ان هذا من الجامعه مسارات يعني الجامعه طالبت مجلس الجامعات أيوة خاصه وخل اقول لك شغله في اثبات ان في طلبه 2010 و2009 تخرجوا بمسار نظم مسار تسويق مسار نظم واقتصاد
تخرجوا. هذا الحكي 2009 2010 قبل الكتاب مال الدكتور نايف. شنو مصلحة الدكتور نايف اليوم يعني انه ما ادري انا الأمانة ما ادري يعني انا اتساءل. ولما نروح حق الدكتور نايف نساله طبعا طارق قال اتوقع انه مقابله مع الدكتور قبل يومين خلوه هو يقول لك شنو قال شنو تمام رحلة. تمام وانا وضحت بالنسبه للصوره حول هذه المشكله ولكن طارق بس انا استضافه إيه انا بترك المجال ابي اعرف يعني التفاصيل اللي صارت معك بلقاء الدكتور نايف جاد المطيري حول هذه المشكله تحديدا. المجلس الطلابي شنو رؤيته حول حل هذه المشكله؟ بعدين تعالوا شو راح تواجهون يعني الايام المقبله؟ هل راح تستسلمون ولا راح يكون التعاون والتواصل مع القضاء دايركت؟ اولا بس اضافه على كلام اخوي محمد ان الجامعه العربيه مفتوحه، انت كطالب مستجد لما تبتجي تسجل اداره اعمال توقع تعهد بانك انت بتخرج راح تتخرج فقط اداره اعمال من غير اي مسار ولا يحق لك ذهاب للقضاء. هذا موقع تعهد، انت اذا رحت للقضاء موقع تعهد اني راح تخرج اداره اعمال بس. نعم توقع تعهد قبل لا تسجل. مع ذلك يطلبون منك تحديد المسار ويدرسونك مواد المسار المعين اللي انت تختاره. نعم تواصلنا مع الدكتور رمضي حمود على هذا الموضوع. ايش قالت الدكتور؟ قالت الدكتور رمضي حمود ورتنا كتب ان انا قاعد اخاطب الجامعات الخاصه باني اطلب منهم اعتراف المسارات. طيب نفس الوقت عندنا كتب من الجامعات الخاصه يخاطبون جامعتنا انهم يعترفون بالمسارات. من تصدق يعني دام الدكتوره ورتك هني التساؤل وهني في احكام قضائيه عندك هني في احكام قضائيه وعندك صريح من الدكتور نايف. نعم تصدق منه انت بس يعني التساؤل ليش وقعون طالب تعهد قبل الله يسجل التخصص اللي يبي عشان لا ندش بمشكله القضايا الطلابيه. هذه القضيه مثل زي المسارات. هذه القضيه باي تاريخ؟ على اي اساس درس المقيده؟ هذه المقيده 2013 يعني رفعها 2013. على اي اساس انت اذا ما تبي الطالب يروح القضاء درس المسارات؟ وعلى اي اساس انت كدكتور نايف مطيري تقول للطلبه تصريح الجا للقضاء عشان يعترف بمسارك؟ طيب اجتماعك مع الدكتور شو صافي؟ متى اجتمعت مع الدكتور نايف؟ دكتور نايف اجتمعت معاه قبل يومين طبعا بعد شهر ونص من مطالبتي له باجتماع. كان الرد شهر ونص طالبه باجتماع. تمام كل ما اروح له كان الرد ماني فاضي تعالي بعدين ماني فاضي. لا احظى هو يقول لك ماني فاضي ولا ماني فاضي بالحرف. نعم ماني فاضي مشاكلكم كثيره. نعم فرحت له تمام رحت له قبل يومين حطيت موعد معاه. ايه دشيت عليه السلام عليكم ما رد عليكم السلام اقعد. كان معي من صندوق المجلس الطلاب محمد حسين طلب قال مقابلتي مع رئيس مجلس طلابي انت يا محمد طلب اطلع برا بالحرف اطلع برا ما راح تقعد بمكتبي. بعدين ما اخذنا منه لا حق ولا باطل. شنو طرحت من قضيه؟ ما اعطانا مجال نطرح قضايا اصلا. وطلع محمد طلب عدل؟ لا قاعد محمد طلب ضل قاعد. ايه طيب ايش قلت له؟ طبعا قلت له اذا ما يقعد امين صندوق المجلس الطلابي انا ما له داعي. مشاكلنا اللي جايينها فيه مشاكل ماليه وضروره وجود امين صندوق المجلس الطلابي لكن الدكتور رفض بس قاعد محمد بس ما اعطانا مجال ان نتكلم معه. ايش طرحت عليه من مشكله؟ اول مشكله كان في عندنا دوره كره القدم. تمام محدد لها الدكتور نايف ميزانيه 1340. تمام تم ابلاغنا من قسم شؤون الطلبه اننا نقدر نتصرف 1340 ايه مثل ما نبي نوزع جوائز ونجيب احتياجات الدوره. طبعا الدوره هذه جت بعد موافقه الدكتور نايف المطيري. نعم دشينا على الدكتور نايف الدوره صار لها شهر خلصت ليش مو راضين تصرفون ميزانيه الدوره؟ نعم كان يقول والله انا ما ادري الصراحه عن الدوره مو انا اللي وقعت على الكتاب. قلت عجب من وقعت. كان يقول يمكن دكتور عبد الله العجمي. تمام قلت له دكتور انت موافق على الدوره شلون مو راضي تصرفهم؟ كان يقول دكتور عبد الله العجمي يمكن هو وقع انا كنت مو موجود. نعم هذه قضيه. هذه قضيه. القضيه الثانيه؟ قضيه ثانيه طرحت عليه موضوع التواصل. نعم انا كمجلس طلابي احتاج اني احط ارقام تواصل وحسابات تواصل مجلس طلابي الرسميه بداخل الجامعه. صحيح الدكتور رفض. ليش؟ لازم توقع تعهد ان تغريداتك تكون خاصه بالمجلس الطلابي فقط. هذا قرار جديد في ثلاث مجالس قبلنا. نعم ما اجبروهم على وقوع تعهد بس انا كمجلس طلابي حاليا يقول هذا قرار الاعلام الجديد إنه؟ قانون الاعلام انه لازم توقع تعهد عشان نحط لك التواصل. حط تعهد شنو المشكله؟ تعهد على شنو؟ لو حط مطلوب التعهد. مطلوب التعهد. نعم انك ما تغرد. نعم اي تغريده خاصه بالقوائم الطلابيه وانت دكتور نايف مو معترف بالقوائم الطلابيه. هذا تناقض. خلني اكمل معاك لكن خلنا ناخذ فاصل وبعدها ارجع اكمل معاك قضيه الاعتراف في القوائم الطلابيه وما جاء ايضا في اجتماعك مع الدكتور نايف مجاد المطيري. وللعلم في هذه الحلقه نكون كل احترام وتقدير للدكتور نايف مجاد المطيري لا اود ان يعني احكم وان نتفق مع ما قاله الطلبه. نعم ما قاله الطلبه طرف ولكن لابد ان نستمع للطرف الاخر والدكتور نايف مجاد المطيري وبعدها نحكم ونترك الحكم للساده المشاهدين. لذلك في هذه الحلقه نوجه دعوه خاصه
للسيد الدكتور مدير جامعة العربية المفتوحة فرع الكويت نايف بجاد المطيري بأن يكون ضيف عزيز علينا في البرنامج حتى نناقش هذه المشاكل الطلابية ونبين لسادة المشاهدين مدى تفاعل الدكتور مع هذه القضايا والسعي لحل هذه المشاكل الأكاديمية. فاصل ومن ثم نعود ونتواصل وياكم من جديد. رجعنا مشاهدينا من بعد فاصل مستمرين معكم في برنامج أكاديمي. ضيف الكرام أخوي طارق حسين الشمري الرئيس مجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، أخوي محمد غانم الشمري المنسق العام القائم المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة. تحدثنا في البداية عن دور يعني الأساسي للمجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، ولكن تفاجأنا بأن الدور يعني لا يمكن إكماله والمسير فيه حتى يعني نحو مسير بخطة ناجحة صعب شوي بالنسبة للطلبة. طلبوا عندهم بعض الأمور اللي حاولوا أن يناقشونها كالتواصل مع الهيئة الإدارية ممثلة بالدكتور نايف بجاد المطيري اللي نقول له كل احترام والتقدير ونوجه له تحية من خلال هذه الشاشة وندعو له أن يكون ضيف عزيز علينا في هذا البرنامج، ولكن الطلبة قاعد يقولون اللي صار معهم من تفاصيل خلال هذا العام وتحديدا الفترة اللي طافت أثناء تواصلهم مع الدكتور، وتحديدا كما ذكر أخوي رئيس المجلس الطلابي طارق الشمري قلت رحت عنده طرحت عليه قضية دورة كرة القدم، رد عليك الدكتور أنا موقع، بعدها طرحت عليه قضية التواصل الاجتماعي قالك لازم توقع على تعهد مكتوب فيه القوائم الطلابية. نعم. وأنت دكتور ما تعترف القوائم الطلابية، شو اللي خلاك تقول لنا دكتور ما يعترف القوائم الطلابية؟ أنا هذا أرد عليك بسمع منك وبسمع منك بتسمع مني بعدين تسمع منه. أوكي. أنا كطالب أي بعلق باج أي القائمة المستغلة. تمام. يتم فصلي لأني معلق القائمة المستغلة. كل الجامعات ممنوع تعلق؟ لا، جامعة الكويت جامعة التطوير عند الدخول الهيئة الإدارية ممنوع تعلق، لازم اللي يروح حق الهيئة الإدارية المجلس الطلابي والاتحاد الوطني للطلبة والاتحاد داخل الحرم الجامعي. نعم. فترة الانتخابات يتم السماح مفترض، فترة الانتخابات أي بوستر فيه مذكور اسم فيه قائمة نعم يتم إزالته. ترى مو بس أنت وحتى الجامعات الخاصة. أنا كنت موجود بانتخابات جامعة الكويت انتخابات تطبيقي. أوكي معك أنا، بس في جامعات خاصة ما يطبق. أنا بجامعة أمريكية من يعلق أي باج عليه أي قائمة على طول يلغى. إذا ليش خلينا نوقع تعهد أني ما غرد لأي قائمة طلابية؟ نعم، خلني أقف عند هذه النقطة وأخذ مداخلة هاتفية معي أخوي حسين الحربي. حياك الله معي أنت على الهواء مباشرة في برنامج أكاديمية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنت على الهواء مباشرة في برنامج أكاديمية، كنا نتحدث عن دور المجلس الطلابي في الجامعة العربية مفتوحة وأبرز المشاكل ودور الهيئة الإدارية ممثلة بالدكتور نايف بجاد المطيري لحلها. أسمع رأيك على السريع. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية أحب أشكرك وأشكر الحضور الموجودين عندك الضيوف الكرام. الله يسلمك. المنسق العام المستقلة والرئيس طارق الشمري. وأحب أوضح لك شغلة أخوي، إن في هناك مشاكل عديدة وكثيرة، لكن إحنا نبي ندش عليها مثلاً بالترتيب. أو أبرزها إذا صح التعبير. نعم. في البداية أول شيء على قناتكم أسأل الله العلي القدير أن يغفر ويرحم أخونا وزميلنا حسين محمد طالب في الجامعة العربية المفتوحة. نعم. ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه إن شاء الله رحمة في هذه الأيام. في البداية أخوي أنا عندي نقطة من تهمش المجلس الطلابي بحد ذاته. في لا يوجد صراحة لا يوجد أبدا تعاون ما بين الطرفين، لا المجلس الطلابي ولا الإدارة صحيح، لكن في هناك تخبط، نوع من أنواع التخبط في المجلس الطلابي من عدة نواحي. هناك مشاكل في المجلس الطلابي داخل المجلس الطلابي. تمام. أنت بغض النظر أنك تفكر تعالج موضوعك مع أو تتعاون مع الإدارة، لازم أنت تحل مشاكلك الداخلية. هناك في مشاكل في المجلس الطلابي وعديدة. أنا أستغرب منها أبرز هالمشاكل أخوي حسين. رئيس مجلس الطلابي أستغرب من عنده أنه يتكلم على موضوع الدورة، وهذا موضوع الدورة يعني هذه ما يخص الطلبة ولا يحل مشاكل الطلبة، هذا موضوع ثاني وثالث وغير مهم صراحة. هذا شغلة الأولى. شغلة ثانية، المنسق المستغلة العزيز
محمد غانم. اخوي محمد غانم إيه؟ تكلم قال ايه تكلم عن الجدول انه نزل قبل اسبوعين او اسبوع، هذا غير صحيح. نعم هذا نزل الجدول قبل بدايه الكورس. تمام خلني 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 اشكرك على المداخله الهاتفيه اخوي حسين حربي، شكرا لك. وجه نقاط مستحقه، وخلني يعني النقاط اللي وجهها كتبوها عندكم عشان رد عليها في الاخير. كان ضد المجلس الطلابي، واضح حسين الحربي يقولنا في جدول معلق، ليش ما وقعتوا على الجدول، وفي كذلك قضايا مستحقه اهم من قضيه دوره كره القدم. راح اخليكم تردون، لكن عندي ايضا مداخله هاتفيه اخرى من اخوي انور. كذلك قضايا مستحقه. انور 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 قاعد تسمعني ولا لا؟ الو انور حياك الله معاي انت على الهواء، قاعد تسمعني؟ حي ابقاك الله اخوي احمد، مسي عليك بالخير. نور كلامك على ضيوفك. رايك بسرعه اخوي انور، عندك 30 ثانيه ارجوك. لا تقول لي 30 ثانيه، اتمنى انك تعطيني دقيقتين على الاقل. تفضل تفضل روح. على السريع ان شاء الله، بالبدايه اعزي نفسي واخواني في قائمه الاتحاد الطلابي وطلبه وطالبات الجامعه العربيه المفتوحه بضات المرحوم اخونا زميلنا وغالينا حسين المحمد. نعم. انا بالبدايه طبعا. عندي نقطه بتكلم فيها على السريع قبل اتكلم على دور المجلس الطلابي. نعم. للامانه يعني اساءنا ونستنكر وبشده قيام المجلس الطلابي بفعاليه، وكذلك الغالي المستغله بفعاليتين اثناء عزاء المرحوم حسين المحمد، وهذا لا تمت للعمل النقابي واخلاق العمل النقابي بالصلاه. تمام. ونحن نتمنى من يعني تمنينا احنا كما تعودنا وكما تعرف اخوي احمد. نعم. ان العمل النقابي اخلاق قبل ممارسه العمل النقابي. تمام. هذه نقطه. النقطه الثانيه طبعا هذا عتب من اخو اخواني في المجلس الطلابي في الغالي المستغله. النقطه الثانيه اخوي انور. النقطه الثانيه على السريع. طبعا كطلبه في الجامعه العربيه المفتوحه او كطلبه نقابي نمارس عمل نقابي نرفض الاساءه والتجريح لاي شخص في هذا المجال. نرفض الاساءه للدكتور نايف المطيري. نعم. لشخصه نحن لا نتفق او نختلف مع الدكتور المطيري، نتمنى الموضوع ما يوصل للاساءه والتجريح فيه خصوصا على الهواء مباشره. نعم نقطه ثالثه. هذه نقطه. الاداره الجامعيه انا الاداره الجامعيه سيئه، كذلك المجلس الطلابي لا يقوم بدوره على اكمل وجه. نعم. المجلس الطلابي تخبط في اداره المجلس الطلابي. طبعا انا عشان تكون بالصوره اخوي طارق عزيز وغالي، وكان من الاشخاص اللي صوت لي في الانتخابات السابقه، وكل احترام وتقدير، فلا تكون الامور شخصيه يعني. نتكلم عن دور المجلس الطلابي، ان المجلس الطلابي نعم بس نتمنى ان نسمع الاجابه حتى الاخير. علشان الوقت شبابنا اللي قاعد تتصلون عندكم 30 ثانيه، بفتح المجال حق الطلبه انه يتواصلون معنا ويقولون الكلام اللي عندهم بشكل اسرع. عبد العزيز حياك الله معاي انت على الهواء مباشره في برنامج اكاديميا. الله يحييك استاذ احمد. باختصار اخوي عبد العزيز ارجوك قول لي اللي عندك. باذن الله، بس مثل ما اعطيتهم نقاط معينه خلني بس دقيقتين بس ما في يعني بسرعه. انا ودي دقيقه بعطيك عبد العزيز بس عشان طلبه ناطريننا. الله يعطيك العافية. بالنسبة لدور المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة شيء طبيعي انك تلقى محاربين وناجحين في هذا الدور. نعم. اولا ادارة الجامعة لما الطلبة يحاولون يوصلون مشاكل وهموم الطلبة، ادارة الجامعة طبيعي راح تكون ضد المجلس الطلابي. نعم. ثانيا تلاقي ناس مثل الاخ انور روقي 4 مرات نزل المجلس الطلابي وخسر فيها. نعم. وما قدر انه يوصل المجلس الطلابي 4 سنوات يعني اخذ الخسارة هذه. نعم. اذا انت تقدر تقول انك انت تكون مع المجلس الطلابي او تكون مع الفرع، بالطبيعي راح يكون مع اداره الفرع. قال كلمه هو ان الاداره سيئه، بس نقطه الاداره سيئه، وانا خلال معرفتي فيه خلال 4 سنوات لم اجد له اي استنكار او تصريح سيء امام الاداره هذه. اذا نجد لنا مطبلين ونجد لنا ناس ناجحين في المجلس الطلابي، هذا شيء. الشيء الثالث والاهم بالنسبه للمجلس الطلابي الان هو بقياده الاخ طارق الشمري وال المنسق المستقل اللي راح فيهم انا محمد غانم الشمري. باذن الله احنا العمل فيما بينهم باذن الله مستمر لمده 13 عام القائمه المستقله مسيطره على نعم. شكرا لك اخوي عبد العزيز الطلاب على التواصل معنا، واضح الكلام اللي قلته، ولكن 30 ثانيه واضطر ان اقطع الاتصال. معنا مداخله هاتفيه اخرى اخوي ابراهيم. السلام عليكم. سلام حياك الله تفضل. 30 ثانيه معاك اخوي ابراهيم على السريع. ما راح اطول معاكم. اول شيء اعرفكم بنفسي ابراهيم العتيبي عضو مجلس طلابي. اولا اشكرك استاذ احمد واشكر الاخ طارق ومحمد غانم على حضورهم، لكن شنو دور المجلس الطلابي؟ نعم. قول لي شنو دور المجلس الطلابي؟ دور المجلس الطلابي انه يقدم كتاب على اساس انه يسوي مجلس، يعني مجلس طلابي كامل يسوي
كتاب على انه شلون يحط يعني ستاربكس عندنا وعندنا سبوي. نعم. يعني شلون مجلس طلابي يسوي كتاب على ان المجلس الطلابي يحتاج للطلبة اشياء رخيصة يحفظها، شنو دوره هذا بمساعدة الطلبة؟ قل لي شنو دوره؟ حنا الحين بوفاة حسين محمد عضو هاي مثل الاتحاد الطلابي معنا بالجامعة العربية المفتوحة، بوقت وفاته قامت فعاليات وامور، وهذا عضو وهذا عضو. يعني هل تعتقد اخوي ابراهيم، تعتقد انهم متعمدين يسوون الفعالية بوقت وفاة اخونا الطالب محمد، ولا متعمدين يعني هناك تعمد؟ هذا شيء واضح انه يكون تعمد. ليش؟ يعني ترى فعالياتكم مخطط لها من قبل اشهر. مو مشكله، حتى ولو كانت اشهر، قوائم ثانيه اجلت فعالياتها وهم اجلوا على عيني وراسي، ما اجلوا عدم احترام اي كان. شكرا لك اخوي ابراهيم، يعطيك العافيه على التواصل معنا. في بعد دخلات هاتفيه. مخرج اسكندر، حياك الله اخوي اسكندر على الهواء. السلام عليكم اخوي. نعم تفضل اخوي اسكندر. اسكندر توفيق الرشيدي، عضو اولا عضو قائمة المستقله، ثم عضو المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة. تفضل. أول شيء تعليق بسيط بس على أخوي إبراهيم. إيه؟ إنه بما إنه هو عضو مجلس طلابي هو ذكر هذا الكلام. ماشي. ليش ما بنشوف فعالية منه بدل ما يعترض على المجلس الطلابي نشوف فعالية منه؟ شلون تشوف فعالية وهو قاعد يعترض على الفعالية؟ يقولك ما ينفع يسوي فعالية في فترة عزل. لا لا، أشوف اقتراح منه يساعد المجلس. نعم. ماشي، اقتراح منه يمشي الأمور. نعم. ماشي، اقتراح منه يفيد الطالب بدل منه من التعليق على هذا الكلام والتعليق على المجلس الطلابي. رأيك بالمجلس الطلابي الحالي اسكندر؟ رأيي بالمجلس الطلابي الحالي مجلس ممتاز. نعم. ومجلس من المجالس يعني إنه ماشيين فيه، يعني بشوف مصلحة الطالب بغض النظر عن المجلس السابق. تمام، شكرا لك اخوي اسكندر، يعطيك العافيه على التواصل معي على الهواء مباشره. اضطريت ان اسمع 30 ثانيه من كل واحد، يعني الكثير كان عنده كلام بيقوله، ولكن 30 ثانيه وانت حر يعني تقول ما تشاء بهذه 30 ثانيه، ولكن بسمع الرد على الكلام اللي انقال من عندك بشكل سريع جدا، وكذلك منك اخوي محمد. مخرجنا الفاضل الاتصالات كثيره، ولكن اتمنى نوقفها شوي نسمع الرد، وانا عندي لكم ايضا بعض التعليقات اللي بنقولها. قول اللي عندك. اولا بخصوص موضوع الدوره اللي طرحها اخوي حسين الحربي. نعم. انها ما تفيد الطلبه. نعم. الدوره كانت ما قال ما تفيد الطلبه، قال في مواضيع اكاديميه اهم، مواضيع اكاديميه اهم وما لها شغل بالطلبه. نعم. اللي فازوا بالدوره واللي حصلوا على الجوائز بالنهايه هم طلبه. نعم. وانا مفترض علي كرئيس مجلس طلابي منظم للدوره اني اسعى بانهم ياخذون جوائزهم، اللي مؤخرها الدكتور نايف المطيري. نعم. نقطه ثانيه، هذا الاول. بخصوص الانشطه اللي قال عليها اخوي انور روقي. نعم. الجامعه ما وقفت محاضرات ولا لغوا الانشطه، الله يرحم اخونا حسين محمد، اسال الله ان يغفر له، لكن الجامعه ما وقفت. ليش ما يعني ليش مو مثل باقي القوائم الطالب انك انت اجلت شوي؟ وقت محدد كان خالصين شغله من قبل اشهر، نعم. تجهيزات. هل كان التاجيل صعب عليكم؟ انا مجرد سؤال. مستحيل، كان عندنا مجال الغاء. نعم. او نسويها ما. نعم. كان في تاجيل. هل الغاء كان صعب عليكم؟ متكلمين مع الشركات وحاجزين. نعم، عشان الرد يكون واضح للطلبه. كان من الصعوبه الغاء لان في شركات، واحترام الروح المتوفى الله يرحمه، قام قمنا بتعزيته بالصبوح الشعريه. نعم. الصبوح الشعريه يوم الاثنين اللي طاف. نعم. وما شغلنا اي موسيقى ولا اي شيء. تمام، احتراما له وتقديرا له. نعم. نعم، اعتقد ان قمتوا بواجبكم باكمل دور لاخوكم اللي توفى رحمه الله عليه. الله يرحمه. بعد بخصوص ان انور روقي اعطانا معلومه، بس معلومه خاطئه، تنويه للساده المشاهدين، بانه يقول انا صوتت للانتخابات اللي طافت. نعم. هذا معلومه خاطئه، واتمنى من اخوي انور روقي انه يصحح معلومته. نعم، هو يقول صوت لكم، هو يقول انا صوتت له. نعم، يقول انا صوتت له، هذا معلومه خاطئه قدام ما صوت له. لا نعم، لا نعم، لا اطلاقا ما صوت له نهائيا، صوت نفسي. نعم. بالنسبة في عندك بعد تعليق تقوله؟ لا خلص. طيب بترد على النقاط اللي طرحت؟ أنا أولاً أبي أرد على أخوي حسين الحربي. نعم. زين، أول شيء قال جدول الدراسي نازل من فترة، أقول له دش على LMS وتشيك، شكلهم مضيع الباسورد هم، مو قادر يدش فمضيع، وشكلهم قاعدين بدوانية واحدة فماخذهم الحماس. وبالنسبة للفعاليات والعزاء، يقول من صفات أو من سمات العمل النقابي إن أنت تدافع عن الشخص أو إن تقوم بواجبك سواء عزاء أو غيره. نعم. أنا واحد من الناس تم فصلي. نعم. زين، ظلم من الجامعة العربية المفتوحة، ما قام بواجبه يعني كشخص او كنقابي على قولته. نعم. زين، وما استنكر الشيء هذا، ويبيني انا استنكر. نعم. زين، المجلس الطلابي لا يقوم بدوره، اتوقع هذا كلام اخوي حسين، المجلس الطلابي لا يقوم بدوره، اتوقع ان انت كنت مرشح للمجلس الطلابي.
اخوي ابراهيم يقول شنو دور المجلس الطلابي؟ انت قاعد تقول انا عضو مجلس طلابي، انت عضو مجلس طلابي مو عارف دور المجلس الطلابي، هذه مصيبه. اخوي انور يقول انا طارق صوت له، انا ما ادري للامانه طارق صوت له او لا، زين، لكن شكله يبي يحط عذر انه سقط الانتخابات هذه فيقول طيب. طارق ما صوت في بعد عندك لا لا طيب خلنا اقول لكم بعض التعليقات اللي وصلتني على الواتساب، يعني هذه التعليقات وصلت من قبل الطلبه، اخوانكم الطلبه قاعد يقولون، مو احد مو مسؤول بالجامعه ولا احد يعني يحاول انه يوقف ضدكم. جدول الاختبارات الفصليه والنهائيه معلن قبل بدء الدراسه، ولكن والطالب غانم يقول الجدول نازل قبل اسبوع. تعليق بسيط بس، نعم الجدول نزل بعد تسجيل المواد، نعم وليس قبل تسجيل المواد. اوكي بعد تقدر تسحب في فتره سحب واضافه بعد فتره سحب واضافه. طيب الكلام اللي كنت تقوله عن مواقع التواصل الاجتماعي، وصلني بوستر من التعهد. التعهد المكتوب وايد يعني كلامه مرتب، اتعهد انا الطالب صاحب الرقم الجامعي بإدارة حسابات التواصل الاجتماعي المجلس الطلابي بشكل يليق بمستوى الجامعة بحيث تمضر الجامعة وطلبتها من خلال التزام بقانون الإعلام الإلكتروني بعدم نشر أي معلومات تسيء إلى الجامعة العربية المفتوحة أو منسوبيها وعدم تسويق لأي معاهد أو شركات أو أي قوائم طلابية. طيب كلام جيد، شو المشكلة؟ كان اختلافي على قوائم طلابية. بما أنك أنت يا دكتور نايف، أشكر على هذه الرسالة الطيبة، بما أنك دكتور نايف ما هذا من قبل طلبة لا لا دكتور نايف، لأنه كان حصر عند دكتور نايف. أشكر على هذه الرسالة، أشكر الدكتور نايف على هذه الرسالة لأنه كان حصر عند التعهد. مو يعني واحد هذا رقم أرقام طلبة عندي، كان حصر عند الدكتور نايف. إذن دكتور نايف قاعد يسرب معلومات، يعني دكتور نايف عند الطلبة. أنا شوف ما أسمح إن إحنا نتهم. لا لا أنا قاعد أستاذ أحمد ساخن، بعد إذنك بعد إذنك بس ثواني. المعلوم التعهد هذا كان حصري عند دكتور نايف. نعم أنا كنت بصور عشان أراجع، دكتور نايف رفض بأن هذا التعهد حصري عندي. نعم اذا الحين نشوف عند رقم طالب. شوف شوف اذا دكتور نايف يسرب الطلبه اللي يسرب معلومات. ليش معلومات؟ متعهد على كل الطلبه رفض اني اخذه. انا اللي بوقع، انا اللي بوقع، انا اللي بوقع عليه رفض اني اخذه. طيب خلنا اكمل لك كذلك. نعم. اعتقد حول القوائم الطلابيه، قوائم طلابيه يقول دكتور نايف ما يعترف بالقوائم الطلابيه، على اساس يخليني اوقع تعهد باني ما اسوغ لاي قائمه طلابيه؟ يعني معترف بالقوائم الطلابيه وهذه لائحه المجلس الطلابي، هذه لائحه المجلس الطلابي، قواعد انتخاب المجلس الطلابي وإجراءات الناخبون والمرشحون والقوائم الطلابية. تمام. لائحة معترف فيها ودكتور نايف لا يعترف بالقوائم. أنا ما ودي إحنا نوجه اتهامات دون وجود دليل، يعني تقول لا يعترف بالقوائم. هل لأن في قانون في الجامعة يمنع إنك تلبس باج معناته ما يحترم القوائم؟ هذه واحد. اثنين في تغريدة له. إيه؟ من هي القائمة المستغلة؟ نعم. الممثل الرسمي الوحيد أو الممثل الرسمي والوحيد في الجامعة هو المجلس الطلابي، صح؟ هو الممثل الرسمي الوحيد. لكنه يقول ما في قائمة مستغلة، ما في قائمة ثانية. ما في قوائم، زين هو يستنكر انه في قوائم، اذا انت ما تعترف بالقوائم، هذا على كلامه يعني مو بس تقارير. انت فسرت. لا انا مجتمع مع الدكتور نايف لما كنا مجلس الطلاب السنه اللي طافت. نعم. كان يجتمع مع اعضاء مجلس الطلاب، يجتمع معنا 3 أو 4 مرات، كنا نتكلم معه عن القوائم. ما في قوائم، احنا عندنا ما عندنا قوائم. نعم. ايضا خلني اشوف بعض التعليقات اللي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا تعليق من قبل شباب، تحية خاصة للمهندس عوض العتيبي والمهندس جاسم العازمي واخونا محمد شباب، يعطيكم العافية على التواصل معنا وعلى الكلمات اللي قاعد توجهونها لنا على الهواء مباشرة. ريح شوي لي ريحك تبي تريحون شوي والله ماي. لا انا عن نفسي لا انا نفسي ما بريح في مشاكل بعد بقول. بعطيكم دقيقة يلا ماشي بشكل سريع جدا ونرجع نتواصل مع شبابنا الكرام. إذا رجعنا مشاهدنا الكرام من بعد الفاصل، مستمرين مع ضيف الكرام طارق حسين شمري رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، محمد غانم الشمري المنسق العام للقائمة المستقلة. شنو بعد أبرز المشاكل اللي تواجه منها أو اللي تواجهها تعاني منها كطالب في الجامعة العربية المفتوحة أخوي طارق، واللي تشوف أنها تضر في الحركة الطلابية كطالب أو كرئيس مجلس؟ أنت كطالب رئيس مجلس طلابي، أنت تمثل طلبة. إذا عندي مشكلة سيان الأمر واحد. عندي مشكلة أنا كرئيس مجلس طلابي إني مطالب بالإنجاز أمام الطلبة. أي. لكن في شيء يمنعني، انا لما اقدم كتاب لشؤون الطلبه والدكتور نايف يرفضون يستلمونه. نعم. يرفضون يقولون استلام عليه. نعم. اذا فالكتب ما قاعد تقدم، هذا كتاب وقعته وقدمته لشؤون الطلبه رفضوا استلام، وجهته للدكتور موضي الحمود وقعوا الاستلام عليه، والى الان لم نجد الرد. نعم. اذا هذه المشكله بعد التواصل مع الدكتور نايف المطيري عن المشكله هذه كان الرد كيف انا ما بستلم كتب
اذا المقر يستلم انا ما بكيفي ما راح استلم كتب. المقر استلم؟ المقر قاعد يستلم كتب. اوكي تبغي استلم لكن المقر وين شلنا الشغل؟ اوكي المقر استلم. احنا انا رئيس مجلس طلابي في الجامعه العربيه المفتوحه فرع الكويت وليس المقر. انت ليش تراسلهم عيل؟ خلي الكتاب بيدك تي خلي الكتاب. ليش عيل انت قاعد تراسلهم دامنا في الكويت؟ المقر؟ اي لان اداره الفرع بالكويت ما راح يستلمون الكتب من عندي. انا مجبر اني الجا للفرع الرئيسي. تمام هذه نقطه. بعد النقطه الثانيه موضوع الانشطه الطلابيه. اي حسب اللائحه تنظيم الانشطه الطلابيه من قبل المجلس الطلابي. نعم لكن اداره الفرع وشؤون الطلبه يرفضون المجلس الطلابي في التنظيم. نعم خلني شوي اوقف اوجه رساله للساده المشاهدين. شكرا لكم على التفاعل على كميه الاتصالات الهائله اللي وصلت لنا اليوم، ولكن ما اقدر استقبل اي اتصال. عندي اخر 10 دقائق بترك المجال لطلبه. هذا الانستغرام موجود وكذلك الارقام موجوده، الواتساب موجود. اللي يحب انه يترك التعليق اترك التعليق راح اقرا لكم اياه على الهواء مباشره. هذا الواتساب موجود، رقم زميلنا محمد البرغش وكذلك رقمي موجود على الهواء. وصلني تعليق انا شخصيا عضو مجلس طلابي ناصر دحاني قابلت استاذه نبيله الحوت بما يخص تضارب المواد. فعلا الجدول نازل في بدايه الكورس قبل تسجيل المواد، وعدد الطلبه اللي عندهم تضارب اقل من 40 طالب فقط. مساء الخير اخوي احمد، اتمنى يتم طرح مشكله ورقه لمن يهمه الامر للاداره العامه للمرور، حيث ان هذه المشكله يعاني منها اغلب الطلبه الوافدين بالجامعه العربيه المفتوحه. كذلك يعني بعض التعليقات اللي راح توصل لنا نقراها. عندك بعد اضافه على الاداره ولا ننتقل بس حقه؟ بس اضافه واحده. نعم كان في تسجيل لطاف شهر 9 لطاف. نعم تسجيل المستجدين. نعم تسجيل المستجدين. تمام دكتور نايف موقع استثناء الطالبة لأنها نعم. تسحب أوراقها وترد تسجل. نعم بعد ما وقع الاستثناء دفعت 15 اللي هي رسوم التسجيل و35 نعم. رسوم الاختبار، وبعد الاختبار عند وقت تسجيل المواد تم إبلاغها أنك مفصولة. هذا الدكتور نايف موقعها بالغلط. ليش انفصلت؟ مفصولة أكاديمي انذارات. ليش؟ من الإدارات. انذارات. طيب لكن دكتور نايف وقع لها استثناء أنها تسجل ثاني مرة. نعم لكن وقت تسجيل المواد بعد دفع الرسوم بلغوها ان الدكتور نايف موقعها بالغلط. نعم كان ما يدري على باله ولمن يهم الامر وقعها. طيب تدارك خطا. ما في خطا. ما يدري يعني ما في خطا. انت كدكتور يجيك استثناء تسجيل تركز فيه. طيب خلصت الاداره؟ خلصنا الاداره. عندك شيء بعد تضيفه؟ تمام. مشكله على نفس المستوى. نعم الحين دكتور نايف عنده اقسام علميه وعنده اقسام اداريه في الجامعه. نعم. ما يشتغل بروحه. هذا تعهد او ارشاد اكاديمي الى طالبه زين تم ارشادها من قبل احد الاقسام العلميه عندنا في الجامعه بتسجيل. نعم. ثلاث مواد. نعم وقعوا لها دكتور ورئيس قسم. منو قاعد يسرب لكم الاوراق هذه؟ مجلس طلابي. نعم زين فوقعت على التعهد ان عملوا مسؤوليه تسريب هذه الاوراق على الهواء. مو هذه من الطلبه. مشاكل الطلبه هذه من الطلبه. نعم. انا خلني احنا كبرنامج اكاديميا ما لا نتحمل اي مسؤوليه تجاه هذه الاوراق اللي تعرض على الهواء مباشره، وحتى كل الكلام اللي انقال هو كلام يعني وجهه نظركم نحترمها، ولكن لنا وجهه نظر مختلفه مو بالضروره نطرحها على الهواء مباشره. وعلى المستوى الشخصي نحترمكم اخوان اعزاء، برنامج لكم اي وقت، وكذلك الطرف الاخر دكتور نايف جاد مطيري كل احترام وتقدير، وهذه كلها اسئله او يعني طرحتوها ومن حقنا ان نسمع الطرف الثاني حتى نحكم. تفضل التعليق عندك. فتم ارشادها بتسجيل ثلاث مواد بي 301 وجي ار 115. نعم وتي 305. نعم ثلاث مواد. راحت الطالبه بعد الارشاد هذا وسجلت المواد بالسيستم ودفعت الرسوم، وهذه ورقه لدفع الرسوم. تمام دفعت الرسوم خلصت، وهذه ورقه ثانيه ايضا لدفع. طيب الرسوم. خلني اقول لك شيء. ما خلص بقول لك شيء. وصلني تعليق. أخوكم وليد الخميس أشكر رئيس المجلس الطلابي على جهوده الفذة للطلبة الجامعة العربية المفتوحة، وأشكر منسق القائمة محمد الشمري على جهوده مع الطلبة والطالبات. هذا هو التعليق. التعليق الثاني من أخوك بسام حرحش يقول كيف يقوم بتمثيل الطلبة والمجلس الطلابي الأخ محمد غانم وهو لا يحمل أي صفة في المجلس الطلابي حاليا، كما هو أيضا مفصول أكاديميا، فمن الأولى الالتفات إلى نفسه، كما أن توزيع لجان المجلس الطلابي مخالف لائحة المجلس الطلابي وغير حيادي بتاتا وتم بالمحسوبية. أتمنى أنك ترد عليه. لحظة أول شيء اللجان. نعم أولا التمثيل. أنت شلون تمثل الطلبة وأنت لا تحمل أي صفة في المجلس الطلابي الحالي وأنت مفصول أكاديميا؟
اوكي مو اكاديمي لا اوكي معدل فوق الاثنين هذا اللي كما ان توزيع اللجان معدل الصفر ترى مستجد يعني لا انا يعني هو اللي طايح اكاديمي تساؤل اوكي حلو ايضا عندي تعليق بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء احب امسي عليكم بالخير يعطيكم العافيه على هذا اللقاء المثمر والمفيد للطلبه في البدايه كوني امين صندوق مجلس الطلاب الحالي بكل اسف ما زلنا نواجه مشاكل وعراقيل تضعها لنا اداره الفرع في تحصيل الامور الماليه وما غيرها مثال بسيط قبل فتره قمنا دوره كره قدم يحصل على المراكز الأولى مبلغ معين عندما تم الانتهاء من دورة وجدنا صد وعدم تعاون من قبل شؤون الطلبة وإدارة فرع لماذا يضعون هذه المشاكل أمامنا هل لأن الإدارة لا تريد القائمة المستقلة تمثل المجلس الطلابي مو المفروض يكون في تعاون قوي بيننا وبينهم لأن ممثلين لجميع طلبة الجامعة العربية المفتوحة ومدافعين عن جميع حقوقهم سنستمر في عملنا رغم عن تلك الظروف التي يضعوها ويخلقوها أمامنا وكوني أحد ممثلي الهيئة الإدارية في المجلس الطلابي سنواصل العمل في المجلس الطلابي الرسمي مهما كان لم نصل إلى هذه المرحلة التي كانت من ثقة الطلبة إلا أننا بإذن الله عز وجل سنحسن ظنهم بثقتهم بنا وسندافع عن جميع حقوقهم والله يوفقهم جميعا طيب تبي ترد على بسام حرحش اللي يقول إيه ان انت شلون تمثل الطلبه وانت اكاديمي انت مسؤول من جامعه نرد على خلنا اكمل وراح ارد بس خليني اكمل الموضوع اللي كنت تمام زين فالطالبه اعطوها استثناء ووقع لها رئيس القسم مع دكتوره نعم بعدها دفعت الرسوم بعد ما دفعت الرسوم وخلصت جاها مسج يرجى العلم بانه تم القاء مقرر حيث تجاوز تسجيلكم الحد الاعلى من الوحدات المسموح بها تمام هذا تخبط اكاديمي يعني شلون رئيس قسم يعطيك استثناء او ارشاد اكاديمي وبعدها يجيها مسج وتطيح الماده صار عندها مادتين هذا بالسيستم مالها نعم صار عندها بس مادتين تمام شنو هذا التخبط انت تسجل طالب وتخليه يدفع رسوم وبعد ما يدفع رسوم يخلص طرش له مسج بكل بساطه والله جدولك في ماده غلط لان احنا بنطيح لك اياها انت الحين مفصول ولا على تدرس الحين رد عليك انا اولا الكورس هذا انا طالب مقيد في الجامعه العربيه المفتوحه مقيد تم فصلي الكورس القادم الكورس هذا انا طالب انت طالب حاليا موجود طالب بحق يعني تبني القضايا الطلابيه وطرحها وانا هذا الرقم العام للرساله المشتركين انت الكورس الجاي تعاني من مشكله بالضبط ولكن الكورس الحالي لا شنو في فصل مسبق فصل نزل قبل الانتخابات عشان ما يبون ينزل الانتخابات انت من ضمن الطلبه اللي شطبوا في الانتخابات بالضبط تمام بس تعليق بسيط على اخوي بسام حرهاش بانه يقول باي صفه طالع محمد غانم الشمري من القائمه المستقله انه يمثل المجلس الطلابي انا رئيس المجلس الطلابي طارق حسين الشمري عضو في القائمة المستقلة ومحمد غانم شمري هو منسق العام القائمة المستقلة فإذا المجلس الطلابي تحت قيادة القائمة المستقلة تعلنها على الهواء أن المجلس الطلابي تحت قيادة القائمة المستقلة كان وما زال وسيبقى تحت قيادة القائمة المستقلة ولكن حتى لو كونه طالب مفصول يحق له أن يتكلم بشؤون الطلابية ليس مفصول في هالكورس طبعا نعم ليس مفصول نعم طبعا أنت مفصول فصل بالدراسة ولا عشان الانتخابات بس فصل مؤقت مؤقت من الدراسة بالضبط تمام يعطيكم العافية على الكلام اللي وجهتوا لنا كله وأيضا عندي تعليق وصلني أتمنى من إدارة الجامعة وخاصة الدكتور نايف جاد المطيري أن يتعاون معنا لساعد طلبة في الجامعة العربية المفتوحة اسكندر توفيق الرشيد يعطيك العافية وصلتنا بعض التعليقات هذا تعليق مساكم الله بالخير أخوكم وليد الخميس قرينا تعليقك كل التعليقات قريناها هذا تعليق أخير كل الشكر والتقدير من أخوكم علي حسين يعطيك العافية علي حسين على حسن المتابعة بتحط تقريرنا ما في مجال لتقرير باخذ كلمات أخيرة من الشباب طبعا المفروض أن أحط تقرير ولكن الوقت خلص داهمنا الوقت خلوني أوجه رسالة للطلبة والطالبات في الجامعة العربية المفتوحة كل الشكر والتقدير لكم على التواصل معنا على التعليقات اللي وصلتنا مساء الخير أخوي أحمد في طلبة كثير ساكنين بأماكن بعيدة والجامعة ترفض تعطي ورقة لمن يهمه الأمر للطالب الوافد هذا تعجيز للطالب الوافد طيب في ختام الحلقة وجهنا قبل هذه المرة وقبل هذه الحلقة نداء الدكتور نايف جاد المطيري أن يتبنى مجموعة من قضايا ومو غريب عليك دكتورنا الفاضل أنك تتبناها الأولى تسهيل الحياة للوافدين باستخراج ورقة لمن يهمه الأمر وأنت دائما تدعم الحركة الأكاديمية ومو غريب عليك أنك تساند هؤلاء الطلبة فإذا كان بالإمكان إننا نتبنى هذه القضية منك شخصياً ومن هذا البرنامج النقطة الثانية طرحت لك قبل مدة نداء وأتمنى أنك تتبناه ومو غريب عليك وأدري أنك راح تتبناه لأنك يعني تشجع الطلبة على الدراسة وهو الأقصاد الدراسية إذا ممكن أن نخفف يعني العبء على ولي الأمر بعض أولياء الأمور ما يقدر يدفع المبلغ كامل فإذا كان بالإمكان أن نجعل الأقصاد 3 دفعات أو 4 دفعات حتى نخفف على ولي الأمر ونخفف على الطالب ونجعل الحياة الأكاديمية أسهل للطالب ولي الأمر وأتمنى أنك تتبنى هالموضوع وأدري أنه يعني مو صعب عليك وقادر على تبني هذا الموضوع وكذلك
وجهة النظر اليوم طرحت هي وجهة نظر شباب في المجلس الطلابي، أخوي طارق الشمري وأخوي محمد الشمري، وهذه آرائهم ولهم حق أن يطرحونها في البرنامج، وهي آراء تحترم. ويعني نحترم شخص الدكتور نايف جاد مطيري، وبإذن الله يكون ضيف عزيز علينا حتى يتبنى ويرد على هذه القضايا الطلابية المستحقة. أما هذه الآراء التي طرحت لا تعبر عن رأي شخصيا ولا عن رأي البرنامج. كلمة أخيرة حاب تقولها؟ حاب أوجه رسالة للدكتور نايف المطيري. نعم، رسالة للدكتور نايف المطيري من قبل رئيس المجلس الطلابي الممثل عن 8000 طالب في الجامعة العربية المفتوحة. نعم، ارحل وأنت وإدارتك، فنحن نستحق الأفضل. نعم، آخر 30 ثانية. الله يعطيكم العافية ونشكركم على الاستضافة. حساب القائمة المستغلة موجود على التويتر والإنستغرام مستغلة أندرسكور أيويو. نعم، أي شيء تحتاجونه يا طلبة الجامعة إحنا موجودين، أي اقتراح أي شيء سنسعى جاهدين إن شاء الله نطبقه على أرض الواقع. وحاب أزف بس خبر للطلبة في الجامعة العربية المفتوحة أن الصيف القادم راح يطبق فيه نظام الأقساط إن شاء الله بإذن الله، وجاري تطوير مرافق الجامعة، وبإذن الله ستكون هناك كافتيريا جديدة والمصافط إن شاء الله بإذن الله. بداية الكورس الثاني سيتم العمل فيها بوضع مظلات وتكييف خارجي في مرافق الجامعة، وإحنا مستمرين في خدمة الطلبة، كنا وما زلنا وسنستمر. الله يعطيكم العافية. كل الشكر وتقدير لكم على التواصل معي. ضيف الكرام اللي حرصوا اليوم على التواصل معي أخوي طارق حسين شمري رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة، أخي محمد غانم الشمري المنسق العام للقائمة المستقلة. هذه حلقة اليوم في برنامج أكاديميا، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم. إلى اللقاء.